السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة دبليو تي في وطن وبرنامج رمي عشوائي، وأهلا وسهلا بكم معنا. نتقدم باسم جميع العاملين في قناة دبليو تي في وطن بالتعازي والمواساة إلى أهالي شهداء فاجعة مستشفى الإمام الحسين في الناصرية. تغمد الله الشهداء برحمته الواسعة والصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل لجرحاهم وتمام الصحة والعافية. الموت يخطف أرواح الأبرياء، الموت المجاني بسبب جشع السياسيين الفاسدين وطمعهم والظاهر. الشعب العراقي مكتوب عليه الحزن والألم. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: من تساوى يوما فهو مغبون، ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون، ومن لم يرى الزيادة في دينه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. واحنا العراقيين مو ايامنا اللي تساوت، لا، سنيننا اللي قامت تتساوى، سنه تشبه سنه وماكو اي تغيير، واكيد السنين اللي راح تجي ما راح تختلف عن السنين اللي راحت، وكلها بسبب المسؤولين الفاسدين اللي دمروا البلد، اللي يقدمون الموت لابناء بلدهم بدل العلاج حتى تزداد ارصدتهم على حساب دماء الناس البسطاء. واليوم مو بعيد عن الأمس نفس السيناريو يتكرر، قبل 3 أشهر وتحديداً بشهر نيسان فاجعة مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد. إذا نتابع المشاهد ما راح نلقى أي فرق بين الحادثين. وهنا شنو اللي صار؟ انتفضت الحكومة، أعلنت الحداد، نكست العلم لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء. لو غير دولة أكيد تتصرف هذا التصرف. رئيس الوزراء في فترته أمر بتشكيل لجنة تحقيق، أقال مدير صحة بغداد الرصافة، حجز مدير مستشفى ابن الخطيب، بس ما عرفنا نتائج التحقيق. بس هي أكيد مثل كل مرة السبب فني، تماس كهربائي حاضر في كل وقت وحين. راح الموضوع وتسوف ولا عبالك. حكومات تستقيل إذا صار حادث المواطن واحد، لأن قسموا وانطوا كلمة ورددوها بحماية المواطن وتوفير حياة كريمة إليه، لأن الحكومات البرة عندهم شرف، شرف شرف المهنة، هذا الشرف اللي لازم يتحلى به المسؤول حتى يحمي أبناء بلده. شي يسوي؟ يتخلى عن المنصب ويتحمل المسؤولية ويعترف بتقصيره. أما عندنا فالقضية باجتماع المجلس الوزراء تنحل بكل بساطة، يوقفون يقرون سورة الفاتحة ويحتسبون تقاعد للي راحوا ضحية، راحوا ضحية فسادهم، فساد المسؤولين اللي ما يراعون حرمة الدم العراقي، ما يقدمون المقصر للمحاكمة حتى يكون عبرة. ليش اليوم يتكرر شبح الموت بنفس الصورة ويزهق أرواح عشرات من المواطنين بمستشفى الإمام الحسين اللي لاذوا بهذا المستشفى حتى يتعالجون من وباء كورونا، بس ما يدرون كان موعدهم مع الموت أقرب من موعدهم للشفاء. ويطلع الناس هاي نقيهم وينك فردت العالم ماتت العالم ماتت. طلعوهم بقية طلعوهم بقية كلهم طلعوهم طلعوا المرضى كلهم شباب طلعوا أبوك وشي امشي جيبوا أبوك طلعوا بساعة طلعوا المرضى كلهم طلعوهم وطلعوا يا رب كلهم طلعوا المرضى كلهم طلعوهم. هذا حال مستشفى الإمام الحسين بذي قار. وين فرق الدفاع المدني؟
مستشفى ما بيها أجهزة إنذار مبكر للحرائق، طفايات الحريق وين اختفت؟ الناس تصيح وين الأطفاء؟ الفزعة اجت من الشباب اللي بدأت تنقذ بالمرضى، مو المفروض تتواجد سيارة إطفاء بقرب المستشفى؟ لو الموضوع مو مهم عندكم، شنو يعني حريق؟ قبلها هم احترقت عندنا مستشفى عادي. وين محافظ ذيقار؟ مو وصلكم كتاب من هيئة النزاهة الاتحادية دائرة التحقيقات؟ وهذا الكتاب بعد يوم من حادثة مستشفى ابن الخطيب، قال لكم حتى تدققون بالإجراءات الأمنية والوقائية والفنية بجميع مستشفيات ذيقار، وتزودوهم بأسماء اللجان الفنية المسؤولة عن مراجعة وتدقيق الإجراءات الخاصة بالسلامة بجميع المستشفيات بالمحافظة، حتى تتخذون الإجراءات القانونية المناسبة إذا صار حادث ونتج عن أي خلل فني. وينها؟ وينها حتى هذه اللجان تقوم بواجباتها الوظيفية؟ زين من وصلكم لهذا الكتاب؟ رفعتوا أسماء الهيئة النزاهة دائرة التحقيق؟ رفعتوا الأسماء؟ إذا رفعتوا الأسماء فالمفروض هذه الأسماء تتحاسب هسه، وإذا ما رفعتوها فالحكومة هي المقصرة لأن ماكو متابعة حتى تعرف ردكم وتعاونكم. هذا يعتبر إهمال، إهمال وجريمة بأرواح المواطنين. شوفوا الكوارث اللي حلت. هذه يقول أمها الله أكبر حسبي الله. يقول أمها يقول أمي يقول أمي أمي الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. وين الحكومة؟ وين وزارة الصحة؟ وين محافظ ذيقار؟ وين مدير صحة ذيقار؟ ميزانية وزارة وينها؟ وينها من محافظات الجنوب صور خراب، والمستشفيات الحكومية اللي بيها حيل تعبانة، واللي نشوفه هذه المحافظة محافظة الناصرية المنكوبة تنزف دم، والموت المجاني اللي بالعراق ما راح ينتهي ما دام الفاسدين يتحكمون بمصير البلد. اي جهاز راح ننتجع كذلك ترى كنا قرى وسجين لحقنا ما شلون جهاز هذا جهاز كان موجود داخل انا اكو مرضى ومرافقين كذلك دم منتسبين هاي الغرفه اللي احترقوا فيها يعني المنتسبين هنا احترقوا منتسبين هنا بهاي الغرفه منتسبين بالكوادر الطبيه لو الداخليه الكوادر الطبيه الكوادر الطبيه هنا بهاي الغرفه لقيناهم كذلك المرضى وياهم هنا لقينا هواي يعني مرافقين رادوا يعني يخلصون الفشهم هنا واقعين بهذا الموضع يعني ما ملحقين يطلعون فجاه فجاه قناني اللي طاح طاح واللي قدر يخلص يخلص. مستشفى تحولت الى رماد، مواطنين خسروا حياتهم لان ما حد يهتم بارواح الناس البسطاء، تخزين قنان الاكسجين بطريقه خاطئه او خطره، وهم راح ينفتح تحقيق مثل ما صار بمستشفى ابن الخطيب ويتقيد السبب تماس كهربائي. وخلونا نسمع هذا الكلام. جميل احمد المعلم، اروح وياك الى قضيه مهمه. شدة التظاهرات وعدم توقف ذيقار من مطالبة بالحقوق، هل هي الإعاز الأول لأن تدفع شباب ذيقار وأهاليها فاتورة استمرار الاحتجاجات والمطالبة بالمطالب الحقة؟ نعم، مسائل التظاهرات أو ضريبة التظاهرات، يعني أنا أرجع لما تفضل يعني ما تكلمتي بالبداية أنه مسألة الظلم ومسألة القتل ومسألة استباحة الدماء هي لا تختص لفئة معينة، لكل الشعب العراقي. بالنتيجة استمرار يعني مستمرار الأهالي في ذيقار بالمطالبة على الأقل بسقف أدنى من الحقوق داخل المحافظة بالنظر لحجم يعني لحجم واردات هذه المدينة، وبالمقابل يعني البنى التحتية وشوارع المدينة ومستشفياتها وكل خدماتها ما دون الصفر تقريبا. هل لو ناس بمحافظة الناصرية الشباب الأبطال اللي طلعوا ما طلعوا بطرانين، انتفضوا حتى يداعون بحقوقهم المسلوبة، انتفضوا على الوعود الكاذبة اللي طتها الحكومة، شبابنا انتفضوا عارضين الظلم والقهر والضيم اللي عايشيه، هذا كله بسبب الحكومة اللي توحد وتخلف، اللي ما تنفذ مطالب أهلنا بالناصرية. شنو اللي حققتوه بالناصرية وباقي محافظات الجنوب؟ بطالة وفقر وانعدام الأمن واغتيالات، ليش ماكو عدالة وإنصاف؟ محافظات تعيش بنعيم ومحافظات تعيش بجحيم. علي هاي لازم نثبتها، ذيقار في الوقت الراهن تحت المطرقة. قل لي هاي بس عندي مداخلة عبر الهاتف
مع شاهد عيان على الحادث. بس انطيني هاي ذي قار تحت المطرقة. علي المعلم وياك دا سلام. نعم نعم بالتأكيد 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 ذي قار وأهالي ذي قار وشباب ذي قار باعتبارهم الأكثر صمودا والأكثر استمرارية على الزخم الاحتجاجي أكيد هم أكثر جهات مستهدفة من الجانب الحكومي. جميل. المحلي كانت والمركزي طبعا. المسؤول الفاسد والحرامي ما يقبل ينتفضون عليه الشباب لأن راح يتجرد من منصبه. شلون يترك الامتيازات والمليارات تروح من إيده لأن يعتبر نفسه هو الأولى به من الشعب، ومن يشوف أكو موجة تسونامي احتجاجية راح تقلع من الجذر شي يسوي؟ لازم يوقفها ومهما كان الثمن أو الطريقة. والدتي أنا أول سرير، أول سرير في القاعة الشفاهية نفسها، قاعد بوقت العشاء قاعد نعشي بهن المرضى وكلها موجودة أهلها، ما سمعنا إلا صار الانفجار بنهاية القاعة زين طفت الكهرباء صار الظلم هنا ودخان ما فكل منظر احنا لحقنا تقريبا 14 او 10 طلعنا شردنا بهن والباقي بقت هناك يسالني يقول لي ليش ما طلعت من الباب الخلفي. الباب الخلفي اساسا مسدود هو مال القاعه زين. فلما طلعت كلها ولا بشر اجاك، لا تقول لي حريق اجاك اول بدايه، انا اقول لك ظلت محترقه النار لما اجا والوليد لو المتظاهرين طفروا علينا النسيات من يم الباب المقفول من يمني خلف الله على الشباب اللي جتنا تركض. والله لا تقول لي حد انا والدتي توفت زين، والدتي توفت لا حرق ولا طلعتها اركض فيها طفيتها للطوارئ ما لقيت ولا واحد اكسجين زين ولا واحد شرط ومسؤول عن كلامي انا. وين فرق الدفاع المدني؟ يعني تتركون المرضى بهاي الصوره هذه؟ لو الشغله مقصوده يطلبون الناصرية بثار كفيكم العباس، وهسه قبل الانتخابات حتى مفخخات يجيبون للناصرية وظلوا نايمين، شعبي ظل نايم، شعبي ظل نايم، عمي كفيكم العباس هذا ثار، يطلبون الناصرية بثار. الناس ملتوا بزعة أرواحها من هذا الحال، وراح ينعقد مجلس الوزراء ونفس الطاس ونفس الحمام، راح يتقيد الموضوع خلل فني وتماس كهربائي. المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور حسن ناظم شو يقول؟ يقول سوء الإدارة والفساد أسباب تؤدي لحدوث مثل حادثة مستشفى الحسين في ذي قار. لعد شغل الحكومة شنو إذا تعرف أكو فساد؟ وفد حكومي رفيع المستوى التقى بأهالي الناصرية لمعرفة تأثيرات الفاجعة وتداعياتها. يعني معقولة هذا الوفد شنو راح يعلمهم على البكي لو على الضيم لو على القهر لو راح ينفذ لهم؟ يعني ما تستحون على هذا الحكي. لجنة تحقيق حادث مستشفى الإمام الحسين انمنحت أسبوع للإعلان عن النتائج. والله يعني أشوف الأسبوع يعني قليل، انطوها سنة سنتين، يعني ما أعرف شو أقولكم. والكثير من مستشفيات بنيت على عجالة في أيام جائحة كورونا دون تحقيق شروط السلامة. الصين تبني بناية من 10 طوابق خلال يوم واحد، إذا ما دبروها اتعاقدوا وقصوا يقولوا لهم يلا تعالوا ابنوا لنا مستشفيات. وهذا كله صوت الحكومة اللي وافقت وصرفت فلوس غير المفروض تخلي معايير للسلامة. مذكرة قبض وتحري بحق مدير عام صحة ذي قار صدام صاحب الطويل على خلفية فاجعة مستشفى الإمام الحسين، وشنو اللي راح يصير؟ يعني من راح يتم القبض عليه؟ بعد أن تم إقالة مدير صحة ذي قار صدام صاحب الطويل ومذكرة قبض حاليا بحقه، شنو اللي راح يصير؟ شنو التغيير اللي راح يصير؟ تم تعيين سعد الماجد مدير صحة ذي قار بدلا عنه. يعني اكو تغيير راح يصير لو يبقى الحال نفس الطاس ونفس الحمام. اكثر شيء تفلح به الحكومة تم اعفاء فلان من منصبه وتعيين علان بديلا عنه. تقيل وتعفي وعلى هالرنة طحينش ناعم. يا سياسيي العراق، الشعب كل شيء ما قبض منكم بس المآسي. بس المآسي. خلونا نتابع سوية
استخبارات الناصرية تكشف حقائق عن فاجعة مستشفى الحسين. سؤال أوجهه المحافظ ذيقار. استخبارات الناصرية أرسلت معلومات إلى المحافظة بتاريخ 7/5/2021، قالوا أكو وجود سلبيات، شنو الخطوات اللي اتخذتها المحافظة بهذا الخصوص؟ شنو؟ الله يكون بعونك يا ذيقار الحبيبة، الله يكون بعونك. ست رضا، برأيك أريد نعرف اليوم أسباب الحادث. يعني احنا بالبداية نقول لذيقار قبل الأسباب، الأسباب هواية، نقولها ماجورة يم الحزن، ماجورة يم الحزن يم موت الهواية، وحشة وغطاك الألم ما كانت ولاية، حتى الزلوف الشقر تصرخ مشواية، عطابك هنا وصل موت على شرباية، ماجورة دم ودمع مو بس بالحجاية. ذيقار مدينتنا تقريبا هاي مو أول مرة، ذيقار منكوبة فعليا، ذيقار يومية جاي تقعد على فاجعة، كل ما تجينا مناسبة نقول إيه هاي المناسبة يلا خير وفرح إن شاء الله نفجع بشي، تروح شبابنا وتروح أهلنا، ناس تريد تروح تتعالج من كورونا تروح هناك تختنق وتحترق وما نعرف شنو. طبعا جريمة ضمن سلسلة جرائم ترتكبها الأحزاب، سوء إدارة وفساد، فساد مسؤولين بحق ذيقار طبعا. مراكز مو ذكرنا، يعني كرفان غير مجهز نهائيا، خالي من اي وسيله حمايه، لا منظومه اطفاء حريق. وهسه اذا صارت انتفاضه شعبيه بسبب الفساد اللي بالحكومه، راح يقولها سبب وعذر جديد ويقنعون نفسهم به، ويكون هذا السبب سبب الانتفاضه. شبابنا اللي بالناصريه يابا شو تقول الحكومه هسه؟ ما هو الا زعزعه للامن وتعطيل العمليه الانتخابيه القادمه، والله كل شيء يطلع منكم. لكم استحوا من التبريرات، استحوا من عدم إيفائكم بمطالب الشعب وتنفيذكم إلها. شبابنا بمحافظة الناصرية يطالبون بحقوقهم المشروعة، بحياة كريمة. كافي كافي، خلصتوها وعود بوعود، سوف نقوم سوف نعمل، فد يوم نريد نسمع منكم عملنا قدمنا. محافظة الجنوب أم الخير والثروات عايشة ضيم وقهر وبؤس، بس شو نسوي لكم؟ شو نسوي لكم؟ ما يفيد بيكم كل الحكي. اكو شاعر اسمه الافوه الاودي، كبير قومه وحكيم، هذا الشاعر بالجاهليه عمت الفوضى بقبيلته، فنظم قصيده طويله راح نسمعكم منها هذه الابيات البسيطه. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تلف الأمور بأهل الرجد ما صلحت، فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا، إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. سمعتوا يا سادة يا سياسيين هذا الكلام؟ العراق أمانة برقبتكم،
بس ما أعرف ليش تخونون الأمانة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أودعناكم عيوني.